من ميدان الثورة بوسط موسكو تستعد المعارضة الروسية لإطلاق ثورتها ضد الكريملين احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب روسيا الموحد الحاكم. ويتوقع أن يتظاهر هذا السبت عشرات الآلاف من الروس في العاصمة موسكو للمطالبة بانتخابات جديدة في مظاهرة سمحت بها السلطات لكن الداخلية رصدت لها أكثر من 50,000 شرطي. المظاهرة ستكون فرصة لتفجر الغضب الشعبي ضد كل ما يحدث هذه الأيام من خروج السلطات عن القانون. نعم سوف أتظاهر غدا وأنا أدرك بوضوح بأنني قد لا أعود للمنزل ولكنني سوف أذهب لأن قلبي موجوع ما يجري في روسيا. وفيما أبدى 60,000 روسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي نيتهم المشاركة في مظاهرة اليوم، تقول المعارضة إن عملية تزوير واسعة لصالح حزب رئيس الوزراء فلاديمير بوتين شابت العملية الانتخابية. أنت تعرف أن القذافي حتى الدقائق الأخيرة كان يفكر بأن السبب الرئيسي وراء مشاكل ليبيا هو الغرب. هذا المنطق الدكتاتوري لن يخدم بوتين، يقول زعيم أحد الأحزاب المعارضة. وأظهرت صور وفيديو حدوث عملية تزوير لصالح حزب بوتين وهو ما نددت به المعارضة الروسية.